للمزيد حول استباحة الأراضي السورية المستمر من قبل طيران الجيش الصهيوني في ظل صمت النظام السوري، ينضم إلينا اللواء محمود علي المحلل العسكري السوري عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بك معنا لواء محمود. تحية لكم ولمتابعيكم الكرام. أهلا بك لواء محمود. يعني استمرارا للتحدي الواضح من جيش الاحتلال الصهيوني للنظام السوري، قصفت طائرات الاحتلال مواقع في ريف دمشق والقنيطرة كما تعلم. بداية، ما الذي تمثله هذه الهجمات أو هذه المواقع أيضا؟ يعني بكل تأكيد نحن نعلم تماما أن الكيان الصهيوني يعني يقوم دائما ما قبل الثورة السورية، يعني قبل 2011 و15 30 كان يقوم باستباحة الأراضي السورية، وهذا شيء معروف. وبعد الثورة السورية والتدخل الإيراني وميليشيات حزب الله وإضافة إلى يعني بعض الميليشيات الأخرى، يقوم النظام الصهيوني بين الفينة والآخر بقصف مواقع داخل سوريا. وهذا الموضوع لن يكون الأول ولن يكون الأخير. إسرائيل ستستمر بقصف تلك المواقع التي تعتبرها مواقع إيرانية أو للميليشيات الموالية وخاصة حزب الله، وإضافة إلى بعض مواقع النظام السوري. بالأمس أو هذا الصباح قامت إسرائيل بقصف موقع في القنيطرة بما يسمى قرية الرويحيني جنوب المدينة. هذا الموقع هو القوات السورية، ويعتقد أن بعض عناصر حزب الله موجودين ضمن هذا الموقع يرتدون اللباس العسكري السوري. هذا أولا. اثنين، قامت أيضا بقصف منطقة في ريف دمشق بالقرب من دمشق تسمى جبل المانع، وقد تكون هنالك مقر قريب منها، هو مقر الفرقة الأولى السورية، وهنالك في تلك المنطقة بالقرب من هذه الفرقة يتواجد معسكرات للإيرانيين ولميليشيات حزب الله اللبناني. هذا الموضوع معروف تماما. والغريب في الأمر أن التفاهم الروسي الإسرائيلي هو على أعلى المستويات، لا يتدخل إن قام نظام العدو الصهيوني بقصف الإيرانيين أو حتى حليفه النظام السوري الذي جاء بطلب منه كما يزعم للدفاع عنه. لماذا لم تقم روسيا بالرد على الإسرائيليين أو الحد من هجماتهم على المواقع السورية؟ إذا سمحت لهم بقصف الإيرانيين وحزب الله والميليشيات الأخرى، يعني هذا موضوع خاص بهم. أما هي كما تدعي قدمت إلى سوريا من أجل الدفاع عن النظام، لماذا لا تتصدى للطيران الإسرائيلي أو تحتج على هذه الضربات بين الحين والآخر؟ إنها صامتة وتسمح لإسرائيل باستباحة الأراضي السورية كاملة في أي وقت إسرائيل تشعر أن هنالك مواقع معينة تهدد أمنها القومي تقوم بقصفها بوسائل مختلفة ومتعددة. نعم. وهذا الموضوع لن يتوقف طالما أن إسرائيل تعتبر أن هذا الموضوع يهدد أمنها القومي. طيب لواء علي، يعني نلاحظ تزايد استهداف الجيش الصهيوني لمواقع الميليشيات الموالية لإيران في الفترة الأخيرة، ما معنى ذلك؟ الإسرائيليون حسب زعمهم أنهم لا يسمحون بوجود تموضع دائم، بمعنى أن هنالك بعض المواقع التي يتواجد فيها الإيرانيون يقومون فيها بإجراء عمليات بنى تحتية من أجل إقامة دائمة أو تواجد دائم عسكري وأمني واستخباراتي، وهي عبارة عن مناطق بعض المراكز، هنالك مواقع لتجميع الصواريخ الإيرانية أو تطويرها، وهنالك غرف استخباراتية وتجسس للإيرانيين على الحدود الإسرائيلية. وهذا الموضوع إسرائيل لن تسمح فيه، تعتبر أن هذا الموضوع يهدد أمنها القومي ويمكن أن يؤدي إلى اختلال التوازن والمعادلة العسكرية على الساحة السورية والإسرائيلية. نعم، قصف الميليشيات المساندة للنظام والموالية لإيران يعني يدفع حقيقة للتساؤل عما دار الحديث عنه منذ أيام عن رغبة الرئيس ترامب توجيه ضربة
لإيران قبل نهاية ولايته. هل القصف الصهيوني يعني على ميليشيات إيران هو تمهيد لهذه الضربة برأيك لواء علي؟ لا، أنا لا أعتقد ذلك على الإطلاق. الإسرائيليون سيستمروا بقصف هذه الأهداف داخل سوريا، ولكن الضربة الأمريكية فيما إذا تمت يمكن أن تكون للميليشيات، حسب رأيي الشخصي وحسب كما يقال يعني الاستقراءات منذ فترة، يمكن أن تكون الضربة الأمريكية موجهة إلى الميليشيات الإيرانية أو الداعمة لإيران المتواجدة على الساحة العراقية، لأنها هذه الميليشيات ما تزال بين الفينة والأخرى تقوم بضرب السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء، وهاجمت أكثر من قاعدة عسكرية تواجد بها قوات أمريكيون وقوات التحالف الدولي على الأراضي العراقية. وفي حال الرد الإيراني أو الرد الميليشياوي على هذه الضربة فيما إذا تمت، أعتقد أن الإيرانيون سيدفعون ثمنا باهظا على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي. لواء علي، أيضا يعني في السياق التحالف الدولي أكد أنه لا توجد خطط للانسحاب من سوريا، هل من الممكن أن تشارك هذه القوات في عملية عسكرية لربما ضد أذرع إيران في سوريا فيما لو قرر طبعا ترامب ضرب إيران في هذه الفترة؟ يعني كل الاحتمالات واردة، يعني هذه القوات المتواجدة على الأراضي السورية بالأساس هي تحمي مصالح أمريكية استراتيجية وحيوية لها ولحلفائها، ولكن بالدرجة الأولى تحمي المصالح الأمريكية، ويمكن للقوات الأمريكية أن تستخدم كل الإمكانيات المتاحة لها إن كانت موجودة على الأراضي السورية أو حتى في مناطق أخرى عربية. يعني القواعد الأمريكية منتشرة في كل أغلب المناطق الشرق الأوسط ومرورا بالخليج، وحاملات الطائرات والقطع الحربية الأمريكية الأسطول الخامس وباقي القطع من الأساطيل الأخرى السادس متواجدة في البحر العربي ومتواجدة كما يقال في المحيطات والمتوسط. وهذا الموضوع هنالك حشد عسكري كبير بحري موجود للأمريكيين ولبعض حلفائهم وخاصة البريطانيين موجودين في منطقة البحر المتوسط وبحر عمان والبحر العربي. وهذا الموضوع يعني حدث خلال السنوات الأخيرة، وإن كان هنالك يعني نحن لا نغفل أن هنالك تواجد دائم بالأساس للبحرية الأمريكية على مستوى بقاع العالم كاملة، ولكن الحشد خلال السنوات السابقة ازداد بشكل كبير، وهذا ما يوحي إلى يعني أمور قد تحدث على الساحة الدولية نتيجة المصالح الأمريكية التي تعتبر بالنسبة لأمريكا يعني هي عبارة عن خطوط حمراء تهدد أمنها القومي ومصالحها ومصالح حلفائها. شكرا جزيلا لك المحلل العسكري السوري اللواء محمود علي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.